وجه رساله للمسؤول. اوجه رساله لوزير الصحه، يا ريت يكون في اهتمام بالمستشفيات شويه وبالحاله الصحيه للفقراء كتير في مصر، لان مصر تقريبا 3/4 فقراء. السيد وزير التموين، هو اطلب منه ان هو يعمل جاهدا ان يوقف استيراد السلع الاستفزازيه اللي في مصر، اللي بتدخل مصر بتستهلك عمله اجنبيه كتير وبدون اي فايده. السيد عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير التربيه والتعليم يرحمونا من المدرسين، يرحمونا من المدرسين، احنا ناس مش قد المدرسين دول، مش رحمنا، كل شويه عايزين فلوس عايزين فلوس، نجيب احنا منين؟ ربنا يعدلها. وزير الاتصالات اللي انت ما يفصلش، وزير خارجيه انه يصفرني وعايز لابتوب ويوظفوا لنا الشباب بتاعت البلد. بس احنا طبعا بنتمنى ان الكره ترجع تاني للملاعب والجمهور يرجع والجمهور يخش بالالتزام ويشجع فرقته باحترام. اوجه رساله وزير التربيه والتعليم ورئيس الوزراء على اساس ان في فساد في اداره غرب القاهره التعليميه. اوجه رساله لمحافظ الشرقيه، عايز اقول له كلمتين بس. بص على المشاكل يا سيد، بص على الميه، بص على النظافه، بص على الاكل، كل حاجه بايظه اصلا في محافظه الشرقيه. فانا بقول للمحليات قوموا من النوم اللي انتوا فيه، اصحوا شويه، فوقوا شويه. احنا بنقول بس خلي بالهم على مصر، ما عندناش حاجه اكتر من كده.